وتعد شبكة السكة الحديدية التي تمتد على أكثر من 4500 كيلومتر من بين الأكثر كثافة في إفريقيا، وهو الشأن نفسه بالنسبة لشبكة الطرقات التي تضم ما يزيد عن 130 ألف كيلومتر، منها أكثر من 1200 كيلومتر من الطريق السيار شرقي غرب، ناهيك عن المطارات والموانئ المنتشرة في مختلف ربوع الوطن، والتي تدعمت مؤخراً بفتح خطوط جوية وبحرية جديدة لا سيما نحو إفريقيا، لتعزز بذلك مكانة الجزائر كبوابة للقارة السمراء